هل تتخيلوا شكل الإعلان على الصفحة الأولى في صحفنا المحلية بأي شكل؟ كيف يصنع هذا الإعلان؟ كيف يصمم هذا الإعلان؟ ما هي الرسائل المختصرة التي ترد إلى المستهلك من المنتج عبر سطر واحد يحقق من خلاله رواجاً انتشاراً؟ طيب، سوق مثل سوق السلطنة الاقتصادي، سوق ناشئ، إلى أي درجة المنتج يحتاج إلى إعلان حتى يعلن عن منتجه طالما يعني السلعة متوفرة؟ إذا ما احتجنا أي خدمة سنذهب إليها مباشرة. ما هي أبرز التحديات التي تواجه صناعة الإعلان؟ الواقع ماذا يقول؟ ثم كيف من الممكن تطور هذه الصناعة مع تطور الاقتصاد العماني؟ كل هذه المحاور نجيب عليها مع هذه الندوة المصغرة مع ضيفينا العزيزين، الأستاذ علي بن عبد الله الكاسبي وهو متخصص في الإعلان. مساء الخير، سعيدين جدا بوجودك معنا. مرحبا بكم. معنا أيضا أصداء بنت محمود السجالية وهي أيضا متخصصة في الإعلان. مساء الخير، سعيدين جدا بوجودك معنا. أبدأ معك بالسؤال اللي ذكرته في المقدمة أستاذ علي. يعني ليش نعلن؟ إذا أريد يعني خدمة بتوجه إلى مكان اللي أريد أشتري سيارة بروح إلى وكالة السيارات، أريد أي شيء بروح إلى مكان توفر هذه الخدمة. الإعلان هو أحد أنشطة ميدان التسويق، هي وسيلة لترويج السلعة أو الخدمة، إن كان سلعة أو خدمة. طبعا صناعة قديمة بدأت من الأزل وتطورت مع توفر الوسائل الحديثة. طيب، كيف تصف لنا واقع الإعلان هذه الصناعة في السلطنة؟ هي في تطور مستمر ولله الحمد، مع وجود بعض التحديات ورح نتحدث عنها إن شاء الله. طيب، يعني لما تقصد في تطور مستمر، يعني في تاريخ معين لبدء الإعلان بشكل واضح من الممكن تسميته إعلان في السلطنة؟ العصر الحديث مع تطور وسائل الاتصال الاجتماعي ساعد كثير في نشر ثقافة الإعلان في السلطنة. طيب أصداف، يعني أبرز التحديات التي تواجه وكالات الإعلان والدعاية حتى يشغلوا أنفسهم حتى يستفيدوا من مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم؟ أبرز التحديات اللي نواجهها تكون أنه نأخذ فكرة واضحة من العميل بشأن ما يريد أن يوصله للمستهلك. فبمجرد ما نفهم الفكرة اللي هو يريد أنه يوصلها، نوصلها بصورة إعلان، قد تكون مرئية، قد تكون إعلان مطبوع. فهذه بالنسبة لي من أبرز التحديات اللي نحن نواجهها معها. طيب، المعلن المنتج على مستوى كبير من الوعي بأهمية الإعلان؟ هم على وعي أنه الإعلان مهم لأنه يوصلوا للمستهلك، لكن مثل ما قلت أنه صعب تأخذ الفكرة منهم عشان توصلها. طريقة الإعلان نفسه لا زال إعلان عندنا في عمان شوية تقليدي، اللي هي الطرق المطبوعة أكثر من أي نوع آخر من الإعلان. في طرق كثيرة ممكن نحن نستخدمها. المعلن أو الشركة اللي حابة أنها تعلن غير متقبلين فكرة أنه نكتشف طرق هذه الطرق الجديدة عشان نوصل. يريد التقليدي، يريد سريع. التقليدي لأنه متعودين عليه وسريع وموجود، فدائما الخوض في طرق جديدة قد يكون تحدي أو في تخوف من النتيجة أو بأي مظهر سيظهر. طيب علي، كيف يصنع الإعلان؟ غالبا المعلن يلجأ لوكالات الدعاية والإعلان لإيجاد حلول. يعني وكالات الدعاية والإعلان توفر حلول تسويقية. طيب، من خلال دراسات استراتيجية مدروسة للمستهدفين من الإعلان، وأيضا إيجاد حلول في التوقيت المناسبة لشن الحملة الإعلانية وترويج السلعة والخدمة. وحتى في أحيان كثيرة لتنمية الهوية المؤسسية للمعلن، مش دائما للمنتج أو سلعة أو خدمة، ربما يعزز. وغالبا يكون الاثنين في واحد، يعني تلجأ بعض الجهات أو المؤسسات لتعزيز الهوية المؤسسية وترويج خدمة أو سلعة أو توعية قومية لمجال معين، مثل ترشيد الاستهلاك، المياه، الكهرباء. فدور الإعلان توصيل المعلومة، تعزيز الفكرة أو تطويرها لدى المتلقين وتوجيههم بشكل غير مباشر اتجاه تلك الخدمة. طيب، وكالات الدعاية والإعلان منفذة للإعلان
نعم. يعني هي فقط عليها عملية تنفيذ الإعلان أم هي حتى صاحبة الفكرة والمبادرة؟ حاليا في هذا العصر يوجد لدى أغلب المؤسسات سواء الحكومية أو خاصة معنيين في تلك المؤسسات، يعني ناس متخصصين أيضا يبحثوا وبالتالي يتواصلوا مع وكالة الدعاية والإعلان لإيجاد وسائل مناسبة لتوصيل تلك. والعكس أن وكالة الدعاية والإعلان تسوق نفسها في هذه المؤسسات المختلفة، تعرض ما لديها من إمكانيات للإعلانات. صحيح ممكنة يعني. ممكن نعم صحيح. تنافس شديد طبعا في سوق الإعلان من جهة المعلنين والوكالات الدعاية والإعلان. حتى في عمان تنافس موجود بشدة؟ ليس بشدة لكنه تنافس موجود وحاضر، يعني ربما ما يقارن بدول الإقليم الأخرى، وذلك أيضا لتأثيرات عدد السكان، التوجهات المؤسسات، ربما بعض المؤسسات ليس لديها توجه أنه تعلن عن شيء معين أو تروج شيء معين، لكنه على سوقنا جيد. طيب أصداف الإعلان موضة، يعني فترة من الفترات شفنا شركات إعلان بشكل كبير موجودة منتشرة ثم خفتت أدوارها وانتهت أنشطتها، يعني ما نقول عنها موضة، بس دائما العمانيين يحاولوا أنهم يبحثوا عن أسواق عمل جديدة لممارستها، فقد تكون تزيد في فترة معينة لأنهم قد يكونوا غير واعين بالتحديات أو المسؤوليات الواجب عليهم أنه يتبعوها. فسوق الإعلان في عمان بسيط، بدأ قريبا، لم يكن موجود من فترة بعيدة، لذلك كان في المجال مفتوح للمنافسة. قد يكون هذا سبب من الأسباب أنه ظهرت عدد من الشركات الإعلان، والأفضل منها من يبقى على قد المسؤولية وقد المستوى. أنتم كوكالات دعاية وإعلان تريدوا صحفنا تتحول إلى إعلانات؟ يعني تريدوا نقرأ بدل أن نقرأ صحيفة بشكلها المعروف والمنطقي والمقبول، نقرأ إعلانات بدل أن نشوف شاشة مع مادة بصرية نشوف إعلانات؟ لا بدل أن نستمع إلى مادة إعلانات؟ بالعكس، إحنا غالبا نروج أن لازم يكون في أخلاق في الإعلانات أيضا. لازم نحترم عقلية المتلقي، نحترم العادات والتقاليد، نحترم الثقافة المحلية، نحاول قدر المستطاع نبعد عن الوسائل الملتوية اللي تزج بالمستهلك حتى لتغيير عادات حميدة لعادات سيئة. طيب. مثل يعني في ناس تغير بس مجرد تأثيرها للإعلان، هواتف، حواسيب، سيارات، وهذا شيء غير أخلاقي طبعا، احنا ما نؤيده. إذا تسمح لي تفضل يا صدى. من هذه الناحية قد يسوء فهم شركات الدعاية والإعلان بأنها هي مجرد شركات ربحية وجدت مجال عمل. لا، هي ما ربحية، ما يعني ما دائما نحن نسعى الربح، دائما شركات الدعاية والإعلان المميزة منها تكون شريك للعميل نفسه. العميل يقوم باستراتيجية مثلا في تطوير فكرة أو منتج معين، فنحن نساعده على أن نوصل هذا المنتج وهذا الخدمة أو السلعة إلى المستهلك، فنحن نعمل كشريك للمصنع بالفعل. فقد يكون هناك شركات تستغل وجود الحاجة لطرح إعلانات، لكن دائما الشركات المميزة تسعى لأنها تكون شريك مثل ما ذكرت، على أساس أنه كيف نحن نوصل الفكرة هذه أو المنتج عفوا أو السلعة للمستهلك بالطريقة الصحيحة بالطريقة الأمثل، بوضع في عين الاعتبار مثل ما ذكر الأخ علي اللي هي العادات والتقاليد والأخلاقيات، والابتعاد بقدر الإمكان عن الطرق المتوية. طيب إذا هذا الكلام يتقوله معناته يعني مستوى الإعلانات في السلطنة مستوى مقبول، يعني مقارنة بالقوة الشرائية، مقارنة بعدد الإعلانات، مقارنة بإيرادات الإعلانات اللي نسمعها. لكن توجد تحديات. من ضمن التحديات عدم تقبل بعض الجهات المعلنة أو العملاء لدينا للأفكار الإبداعية. إيش تقصد يعني بالأفكار الإبداعية؟ يعني طرق طرح الحلول، هي الإعلان حل من حلول التسويق. فأنت تدرس السوق، تشوف إيش التحديات وتأتي بحلول
طيب يقول لك أنا ما أحتاجه يعني حقه. هو لازم يساير المجتمع، يساير السوق تطوره، أنا محقق أرباح بدون حاجة إلى حلول. لا بس متحقق الأرباح، هي العملية الإعلانية الهدف الأول عالميا، مش فقط تحديد الهدف. الأرباح شيء جيد ويسعى له الجميع، حتى على مستوى شخصي مش مستوى مؤسسات، لكنه أيضا السمعة، الصورة الذهنية على المؤسسة. نعم، مثل ما قلنا تعزيز الهوية التسويقية أو العلامة التجارية أو المؤسسية للمعلن. فمسألة أنه ما أتقبل إبداع كان من ناحية النتيجة كإعلان اللي هو تصميم أو فكرة أو وسيلة معينة، لأنك أنت لما تتحدث إلى تارجت معين، هدف معين، نفترض الشباب، الشباب لازم أعرف كيف أخاطبهم، نقطة خطاب سهلة بسيطة ما فيها تحدي، أيضا التوقيت اللي أبث فيها أبث فيه الإعلان أو الرسالة اللي أريد أوصلها، والوسيلة، غالبا الوسيلة الحالية المتاحة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. ففي إصرار من بعض العملاء أنه لا، نتخذ الوسيلة الثانية والأخرى، أو بسبب وجود انطباع مسبق عن بعض الوسائل. طيب بعض الإعلانات ممتعة، يعني نشوف إعلان، نشوف يعني مادة ممتعة بصرية على مستوى المطبوع وعلى مستوى المشاهد مرئيا فيديو وحتى على مستوى المسموع، وبعضها يعني خارج حدودنا، وحتى بعض الإعلانات تنتشر للأسف أنها إعلانات سلبية حتى على مستوى المجتمع المحلي. فيعني كل الإشكالية وكل العتبيات عليكم أنتم كوكالات دعاية وإعلان. هي وكالات الإعلان تتحمل جزء من المسؤولية، لكن وكالات الإعلان مثل ما قلت هي في النهاية شريك، هي تطرح الأفكار، تطرح الحلول، توصلها للمعلن بالطريقة الأنسب بحسب ما تنظر إليه بعين الاعتبار من ناحية الإبداعية، لكن هي لا تفرضها على المعلن. في نهاية الأمر المعلن هو اللي يقرر إذا المعلن حاب أو أنه مصر يظهرها بطريقة اللي هو مقتنع فيها. في هذه الحالة نحن ما نقدر نجبر المعلن أنك تتبع طريقة وكالة الدعاية والإعلان، لذلك تجد نوع من الإبداع في بعض من الدعايات والإعلان يكون فيها المعلن أو الشركة متقبلة لفكرة الخروج عن المعتاد وتطبيق أفكار جديدة، وبعضها يرفض المجتمع إجماعا، يعني إجمالا المجتمع مجتمعا يرفض بقية أفكار الإعلانات. في هذه الحالات يعتمد هل شركة الدعاية والإعلان نفسها ما مدى درايتها وعلمها بأخلاقيات المجتمع نفسه. دائما أي شركة لازم تكون واعية بالمجتمع اللي هي فيه، لأنه في نهاية المطاف سواء كانت شركة دعاية وإعلان أو أي شركة من أي نوع ثاني، لازم تراعي المجتمع اللي هي فيه وتعمل في مصلحة المجتمع اللي هي فيه. طيب علي باختصار، كيف من الممكن تطوير صناعة الإعلان في السلطنة؟ المشكلة الأساسية اللي تواجه الصناعة من وجه نظري، أول شيء قلة الشباب العمانيين ممارسين لهذا النشاط، وهو بسبب عدة عوامل. العامل الأول هي ثقافة المجتمع وتقبله لمسألة الإعلان أو التسويق، وطبعا مع العولمة بدأت تتغير نظرة المجتمع وبدأ يتحسن، وإن شاء الله أن نشوف مخرجات جيدة. المشكلة الأخرى شح الميزانيات لدى العديد من الجهات المعلنة سواء حكومية أو خاصة، وبالتالي يصعب على وكالات الدعاية والإعلان اللي هي الاستمرارية وتوظيف المواهب. أنت تريد مواهب مبتكرة لإنعاش سوق الإعلان والتسويق، وبالتالي مع شح الموارد يصعب علينا غالبا أنه تجد مواهب وتطورها، وإن شاء الله أنه في المستقبل تتطور إن شاء الصناعة الله إلى مزيد من التطور لهذا القطاع المهم والحيوي يعني نحتاجه خاصة في المرحلة القادمة. نشكرك على وجودك معنا المتخصص في الإعلان علي بن عبد الله الكاسبي، شكرا جزيلا لك علي، وشكرا لك أيضا استضافة محمود السجالية المتخصصة في الإعلان، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا كان هذا الحديث حول صناعة الإعلان، كيف من الممكن الأخذ بيد هؤلاء الشباب إلى مزيد من تطوير قطاعات الإعلان. راجعين لكم بعد الفاصل والحديث مع الأستاذ عبد الناصر الصاير حول حالة الفرح والابتعاد تماما كليا عن الحزن، مسبباتها وما تؤثره علينا على حياتنا على يومياتنا.